أي نظرية عامة للمنطق الاستنتاجي لابد أن تحقق هدفين: الأول تفسير العلاقات بين المقدمات والنتيجة داخل الحجة، والثاني تقديم طرق وأدوات للتفريق ما بين الاستنتاج الصالح والغير صالح. وفي الواقع هناك منظومتين فقط في تاريخ علم المنطق حاولت التعامل مع هذين الهدفين، وهما منظومة المنطق الكلاسيكية أو الأرسطوطالية، والثانية عادة ما يطلق عليها منظومة المنطق الرمزية symbolic أو الرياضية mathematical، والبعض قد يطلق عليها المنطق الحديث modern logic. وبالرغم من أن منظومة المنطق الكلاسيكي والحديث يحاول تحقيق نفس الأهداف، إلا أن الطرق المستخدمة تختلف كثيرا بينهم. المنطق الحديث غير قائم على نظام قياس كما في حالة المنطق الكلاسيكي، ولا يبدأ بتحليل الفرضيات الحملية. المنطق الحديث يبدأ أولا بتحديد الروابط المنطقية الأساسية التي تقوم عليها الحجج الاستنتاجية، وباستخدام تلك الروابط يتم وضع نموذج عام للحجة وتطبيق طرق اختبار صلاحية الحجة بناء على هذا النموذج. لكن كي تنجح منظومة المنطق الحديث في هذا المسعى، كان لابد من تجنب الغموض، الالتباس والإشكالات اللغوية الأخرى الناتجة عن استخدام اللغة البشرية. اللغات الإنسانية بمختلف طوائفها تحتوي على الالتباس، التشبيه، الاستعارات، التمثيل، البناء العاطفي وغيرها من وحدات البناء التي قد تجعل استخدام اللغة أكثر إنسانية، لكن تحول دون تحليلها المنطقي. وبالتالي المنطق الحديث وضع لغة رمزية صناعية Artificial Symbolic Language، من خلالها يمكن حل الكثير من تلك الإشكاليات، ويمكن تمثيل العلاقات المنطقية بوضوح ودقة عالية. الرموز تساعد بشكل كبير عند تفكيرنا في الحجج، لأنها تمكننا من الوصول إلى قلب الحجة واختزال جميع جوانبها الغير أساسية. ودلوقتي تأمل صور منطق القضايا وقواعده. هل منطق القضايا كافي للتعبير عن كافة صور الحقيقة؟ ما العلاقة بين منطق القضايا ومنطق القياس؟ هل من الممكن ترميز الجمل والوصول لحقيقتها من خلال أدوات رياضية؟ أم إن الواقع أكثر تعقيداً كي يتم اختزاله بصورة منطقية رياضية؟ فكر تاني.